نجدد التحية أعزائي المشاهدين. ومن شوية شفنا الأستاذ فؤاد المهندس في فيديوهين، طبعا هو كان الأستاذ فؤاد المهندس، ولكن اللي كانت عاملة الميك اب ارتست انجي شلبي. انجي شلبي كل أسبوع طبعا بتمتعنا بشخصيات مختلفة، وهي وعدتنا أنها هتكون معانا في الحلقات اللي جاية، تعرفنا إيه هي تقنيات الميك اب وإيه هي تقنيات باور ميك اب. بنشكرك يا انجي، وعايزين كمان شخصيات تانية، واحنا على موعد اسبوع ان شاء الله معاكي. وختمه مسك، وهو وخير الختام القرآن الكريم. وخير الختام القرآن الكريم. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ومن إكرام الله تعالى يوم القيامة لصاحب القرآن أن يجعله الله عز وجل شفيعاً لأهله وأحبابه. أهلاً بكم. معنا الشيخ محمد أنور الخرد، قارئ باتحاد إذاعة وتلفزيون المصري، ومعنا الشيخ جابر يحيى، قارئ بهيئة الأوقاف، مبنى وزارة الأوقاف. اهلا بكم. اهلا وسهلا. مرحبا دكتور. الله يكرمك. بدايه طبعا معانا قاعده بالاصوات، فبدايه حضرتك هتسمعنا ايه يا شيخ جابر؟ ان شاء الله من اخر سوره الاسراء. تفضل. تفضل حضرتك. بسم الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا أيما تدعوا فله الأسماء ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صدق الله العظيم. الشيخ محمد، تقبل الله حضرتك. الشيخ جابر كان بيقرا من اي مقام؟ هو فضيله الشيخ جابر طبعا تفضل في الاول قرا استعاذه بالبسمله، طبعا قرار بيات، ودخل على البيات طبعا قرار،
بعد كده ختم جواب، بعد كده انتقل الى مرحله الرصد. وما زال برضه في مرحله الرصد الى ما ختم بالبيت تاني. ايوه. طب وحضرتك دلوقتي هتبتهل من اي مقام؟ يعني هنبدا برضه بالبيات وننوع برضه ان شاء الله. بالبيات دلوقتي؟ بالبيات ونجيب كم مقام ان شاء الله. لا إله إلا الله الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية هو المقصود وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هو المقصود وهو غاية كل غاية. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا واحفظ مصرنا يا رب. أنعم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. أنعم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم إذا اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا رفعوا كتاب الله رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله يفتح عليكم. عليه الصلاة والسلام. شيخ جابر، عايز أسألك سؤال. أين نحن من حفظ القرآن والكتاتيب؟ الكتاتيب كانت موجودة الأول، دلوقتي الحمد لله لا في كتاتيب ولا في مدارس، ولادنا يعملوا إيه عشان يحفظوا القرآن الكريم؟ والله هو ما فيش يعني حرج على فضل الله تبارك وتعالى وعلى رحمته وعلى نشر دعوته، فربنا سبحانه وتعالى ويأبى الله إلا أن يتم نوره. يعني مهما كانت الأحداث ومهما كانت الظروف اللي بتحيط بينا، إلا أننا يعني هناك يعني وسائل كثيرة لنشر كتاب الله تبارك وتعالى على مسامع أولادنا. يعني على الأقل أن احنا ننشر هذا الوعي من خلال لو هناك بعض الدارات اللي هي الدارات الأزهرية. أصل يا شيخنا عايز أقول لحضرتك حاجة،
لما كان ما فيش كورونا وكان في مدارس كانت مادة التربية الدينية مادة ما عليهاش مجموع، فبالتالي كان كانت بتهمل يعني دي حقيقة. وحاليا بقى في كورونا وما فيش مدارس، فدلوقتي ما فيش. فدلوقتي أنا ابني وكل أولياء الأمور وكل الأمهات، أنا ابني عايز أحفظه قرآن كريم، هل لازم أن أنا أجيب شيخ برايفت عندي في البيت؟ ولا في يعني احنا بننادي من هنا باعاده الكتاتيب. صحيح. الكتاتيب دي يعني كانت بتحافظ على الاقل على الهويه الدينيه عند الـ عند الـ عند الاطفال. ايوه الطفل طبعا لازم يعرف محروم برضه. ايوه طبعا يعني فنعمل ايه يا شيخنا؟ اطفال كمان نعمل يعني خاصه إيه؟ طفل الريف كان ما شاء الله يعني إيه كان في سن الكتاب شيء اساسي. نعم. ويعني كان في سن مبكر تلاقي تجد منهم من يحفظ حتى البرامج يعني الإذاعية كان في برنامج في إذاعة القرآن الكريم تحفيظ للطفل الصغير. صحيح. ده كانوا ده بيعيدوا تاني، يعني هما بيعيدوا اللي كان الأول، يعني ما فيش جديد. حضرتك بقى كشيخ في وزارة الأوقاف وطبعا عليك بتحمل هذه الدعوة. أيوة نعم. وهي الحفاظ على القرآن دي حقيقة فعلا. فحضرتك بقى قول لي بقى، أنا مش هدعوة رسالة رسالة بقى يعني طبعًا. الأولياء الأمور يعملوا إيه علشان الولاد يحفظوا؟ عايزين توجه رسالة لأولياء الأمور إزاي على قد ما يقدروا يطلعوا طفل يعرف دينه عشان يبقى صالح في البلد بعد كده. فهي دي محتاجه برضو يعني لالتقاء التلميذ مع المعلم يعني. هو في بعض المحفظين بيروحوا البيوت فعلا. انا ايوه دي حقيقه فعلا. ان شاء الله يعني نسال الله العفو والعافيه. انا في سؤال عايز اساله للشيخ. ربنا سبحانه وتعالى يكشف الغمه وتعاد كل هذه يعني الامنيات. سؤال هنختم احسن. المقامات 8 صح؟ عايزين نعرفهم للساده المشاهدين ونعرفهم احنا برضو يعني. طبعا المقامات طبعا هنبدا طبعا بمقام البيات. نعم. طبعا بيستهدف طبعا الحزن والفرح واغلبه طبعا مقام الخشوع. نعم. والرهبه لو مقام البيات. مقام الراس طبعا في مقام برضو الفرح، مقام النهواند مقام فرح، طبعا الحزن اللي هو مقام الصبا، وفي العجم، وفي مقام برضو الكرد يعني من المقامات برضو عاطفيه، والشجن ومقامات يعني بسم الله ما شاء الله بتدي نوع للقرآن، حلاوة القرآن بتحلي قراءة القرآن. طب لحلاوة القرآن احنا عايزين يبقى ختام الحلقة بالقرآن الكريم ولا يا أستاذة؟ ما تيسر من صوت يا شيخ الشيخ كابر، بس عاوزين آية علشان عاوزين كمان الشيخ ما شاء الله يعني محمد برضو يختم ما تيسر من صورة، فعايزين آية يعني مختصرة مختصرة على الشيخ محمد. طبعا أنا معايا دقيقتين فتفضل. دقيقة أو دقيقة يعني تفضل توكل على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نضرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العظيم. احنا بنشكركم على اللقاء الشيق دون، على وعد منكم بلقاء اخر ان شاء الله. بارك الله فيكم ونفع بكم البلاد والعباد ان شاء الله. ان شاء الله. نشكركم اعزائي المشاهدين، انتظرونا كل يوم اثنين الساعه 2. سعدنا بكم ونرجو ان نكون قد اسعدناكم. دمتم لنا تحياتي.